يا الله يا فتاح، بالفتح جدلنا وبالحق حققنا، ولا تبقي مانحا. وإن رعف قبلها ودانا أخر لآخر الاختياري وصلى. نعم، ثم قال رحمه الله ورضي عنه: وإن رعف قبلها ودان أخر لآخر اختياره وصل. لما كان الرعاف المعروف من باب طهارة الخبث، لأن الدم نجس، فصل المصنف رحمه الله في جل الفصل تقريبا مسائل الرعاف، ودقق فيها واستخرج أحكاما عظيمة وجليلة متعلقة بمسألة الرعاف والبناء ومسألة الحفاظ على الصلاة في الوقت. فقال: وإن رعف قبلها، الهاء تعود على ماذا؟ على الصلاة. ودام، ما هو الذي دام؟ الرعاف، أي دام كل الوقت اختياري إلى آخره. أخر لآخر الاختياري، أخر الصلاة لآخر اختياره وصل. في هذا النص خمس مسائل. الأولى: من رعف قبل دخول الوقت، وهو قوله وإن رعف قبلها. إذن المسائل كلها مبنية على إنسان رعف قبل دخول وقت الصلاة، فمن رعف قبل دخول الوقت وتحقق من معرفة نفسه أو غلب على ظنه أن هذا الرعاف سيأخذ منه كل وقت الصلاة الاختياري، وهو دم يسيل إلى قبيل آخره، لآخر اختياره، وسينقطع قبل الاختيار بقليل، قبل خروج وقت قليل بقدر ما يصلي سينقطع، وجب عليه حينها تأخير الصلاة إلى آخر ذلك الوقت الذي غلب على ظنه أو تحقق أنه حينها سينقطع الدم، إذن سيغسل عنه الدم ويصلي. هذا من رعف قبل الدخول الصلاة، وهو المسائل كلها مبنية على هذا. أعيد باختصار: رعف قبل الدخول الصلاة، وبعدها بعشر دقائق دخل وقت الصلاة، وهو يعلم أن هذا الرعاف يبقى يسير منها إلى قبل خروج وقت الصلاة بخمس دقائق أو عشر، حيث يكون ما زال وقت اختياري لا يصلي، ويؤخر إلى ذلك الوقت، وحينها ينقطع دمه على عادته ومعرفته بنفسه، ويصلي صلاة تامة في قبيل خروج وقت الصلاة اختياري. مسألة ثانية: وبالتالي بناء على المسألة الأولى، يحرم عليه تقديم الصلاة قبل آخر الوقت اختياري لعدم صحتها بالدم، ما دام الغالب على ظنه أن دمه سينقطع قبل خروج الوقت، فصلاته بدانه في الوقت في أول الوقت باطل، ويحرم عليه فعل ذلك بطلانها. لماذا؟ لأن التكاليف مبنية على غلبة الظن، وغلبة الظن عنده أنه سيكون طاهرا من هذا الدم قبل خروج الوقت، ينتظر إلى آخر الوقت الاختياري. الثالث: فإن تخلف ظنه ولم ينقطع الدم، كان يظن كعادته أنه سينقطع فلم ينقطع الدم، فإن تخلف ظنه ولم ينقطع صلى بالدم ولا يخرجها عن وقتها الاختياري، لأن صلاته في آخر الوقت الاختياري بذلك الدم أولى. يعني صورتها أنه علم أن الدم سينقطع فأخر إلى وقت اختياري، فحينما جاء قبيل خروج الصلاة لم ينقطع، فلا يقال له ما دمت أخرتها كل الوقت زيد تلك العشر دقائق وأخرج الوقت اختياري، لا، صلاة الوقت أولى، فيصليها بالدم في آخر الوقت الاختياري، وقد تخلف ظنه من غير عمد منه.